بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبتدي معاكم نقرر مادة امراض الاسماك ورعايتها. ناخد كده نبذة عن القسم. القسم بتاعنا ما شاء الله فيه اتنين اساتذة، دكتور محمد سعيد جادو والدكتورة نادية بسيوني، واتنين اساتذة مساعدين، انا دكتورة امام مصطفى والدكتورة اميرة علاء. تمام، نبدأ بقى كده نشوف منهجنا فيه ايه السنة دي. اول مرض هناخده، اول مرض طفيلي هناخده اسمه الويرلينج ديزيز او مرض الدوامه. الويرلينج ديزيز او الدوامه في بعض انواع السمك لما يبقى السمك الصغير هو اللي ميت بنسميه بلاك تيل ديزيز، وده نتيجه ان هو بيعمل حاجه ظهريه على جسم السمكه، نص السمكه الوراني بيبقى لونه غامق، واسمه كمان التامبلينج ديزيز. دي الاسماء السينوم نيمز بتاعت المرض. ندخل كده على المرض ونشوف فيه ايه. مرض الويرلينج ديزيز او مرض بلاك تيل ديزيز او التامبلينج ديزيز، التعريف بتاعه اتس هايلي كونتيجيوس، يعني معدي، كورونيك، بيقعد فترة طويلة، مزمن يعني، debilitating disease mainly occur in cold water fishes especially salmon and rainbow trout. المرض ده من اكتر الامراض المنتشرة في العالم، the most widespread disease in cold water fishes. طبعا عشان هو بيعمل لنا خسائر جامدة جدا في مزارع السلمون، فبنقول عليه most economically important affection of salmon، نتيجة ان هو بيعمل لي high extensive losses، وبالتالي بنعتبره حاجة اسمها notifiable disease. طيب الاتيولوجي بتاع المرض ده ايه؟ هو الاتيولوجي عبارة عن age spore of myxoma cerebralis او من نكمل بقية الابيزيتولوجي. الفريش سبور كانت كوز ذا ديزيز، يعني لو السبور ده لسه نازل من الميكس بولس حالا والسمكه كلته ما يجرهاش اي حاجه، امال بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها ايدجينج. ايدجينج يعني بيعجز. ايدجينج جاي من كلمه ايدج يعني. فالسبور must be staying in cold water for a period of time عشان يحصل له ripening او عشان يحصل له aging. الفترة الزمنية اللي السبور بينزل فيها من السمكة ويخليه في قعر الحوض دي بتتراوح من سنة لسنتين، واحيانا توصل لحد 10 سنين عشان يحصل للسبور ده ripening، ينضج بما فيه ان هو يسبب لنا المرض. الموربيليتي ريت بتاعت الورنينج ده 100%، معدل الاصابة 100%، يعني لو ظهر في سمكة تاني يوم هيلحق كله ضرب. المورتاليتي ريت 100%، يعني السمكة اللي هيجي لها هتموت. طيب يلا نشوف ازاي بيحصل انفكشن. الانفكشن بيدخل للسمكة عن طريق الاكل اللي بتاكله، السبور في المية يروح جاي واقف على الاكل والسمكة تاخده باي اورالي او بير اوس، تاخده ببقها. عمل عملية بقى سبور ايجنج ديت هي العملية اللي بيتم فيها رايبنينج للسبور بتاع الميكزوزوما سيريبراليس، يبقى بروسيس وير سبور اوف ميكزوزوما سيريبراليس ار رايبنينج اند ايجد تو بي انفكتيف، ودي بتوصل من سنه لسنتين. يعني بطبع الحال لو السمكه كانت فريش سبور مش هيجرى لها اي حاجه، لان هو محصلوش ايجنج، عادي هتاكله وتنزله عادي مش مشكله، مكتوب في اول الشريحه. طيب امال ايه الانفكتيف ستيج اللي عندي؟ ايدج سبور اوف ميكزوزوما سيريبراليس. تيجي لك في الامتحان تكتب لي ميكزوزوما سيريبراليس وميكزوبولا سيريبراليس وما كتبليش كلمه، ما كتبتليش اسم كلمه ايدج سبور، هديك زيرو. نكمل. ده مخطط يدوي كده لعمليه اللايف سايكل بتاعه الميكزوزوما سيريبراليس. نمسك كده من فوق. الديد فيش سمكة ماتت وكان جواها انفكشن، او الديزيز دي فيش عيانة بس لسه صحية، او الاكواتيك بيردز اللي هي الطيور المائية اللي بنسميها بيسكيفورس بيرد، اي واحد من التلاتة دولت هينزل منهم السبور عن طريق الاكسكريتا في الفضلات. زي ما احنا شايفين كده السبور دبل وول دهوت، وفي اتنين بولر فيلمنت اللي هما فوق دولت، واللي تحت ديت اللي هي السبور بلازم.
السبور ده هينزل في قاع الحوض، هيعمل ايه؟ هينزل ويطلع كده وخلاص؟ لا، ده بيخليه قاعد في القاع جوه دودة اسمها تيوبيفيكس، بيعمل لها ايه؟ هي اللي بتعمل له ايدجينج، هي اللي بتخليه يكبر بقى ويعجز الفترة الزمنية بينهم من 6 شهور لحد سنتين. خلاص. طيب، جت سمكة سليمة ونزلت في الحوض، راح داخل لها عن طريق الاكل. هل الهيلسي فيش دي لما يدخلها عن طريق الاكل تاني يوم هنلاقي فيها اعراض؟ لا، في حاجة اسمها الانكوبيشن بيريود. الانكوبيشن بيريود دي الفترة اللي بيستغرقها السبور في احداث العلامات المرضية للطفيل. الانكوبيشن بيريود ديت عبارة عن 12 ل60 يوم او من 2 ل8 ويك. طب امال ايه اللي هيحصل لما السمكة السليمة دي هتاخد الايدج سبور ده من المية؟ هيدخل عن، هو هياخدها اورلي زي ما اتفقنا ان هو هياخدها بالقرص، هتاخدها ببقها وتدخلها. اول ما توصل للامعاء هتبقى البي اتش بتاعت الامعاء الكالاين. طيب، ويعني الكالاين؟ لا، مش ويعني، ده طالما بدأت الكالاين انا قايله ان السبور دبل وولد، لا، ده الوول الخارجي هيتكسر والبولر فيلمنت هيحصل لها اكسترود زي ما احنا شايفينها كده، مطلعه الخيوط بتاعتها بره شويه، وهتبتدي تنفصل، يطلع السبور بلازم لوحده زي ما احنا شايفين كده، سبور بلازم، يتحول اسمه للسبوروزويت عشان هو تحرر من البولر كبسول ويعمل حوالين نفسه وول تاني خالص، ونسميه في الحالة دي تروفوزويت، سميه تروفوزويت. التروفوزويت ده بقى ممكن يكون عادة سمكة ماتت لسه عيانة وهكذا، دي دورة الحياة بتاعتنا. طيب، اي طفيل في الدنيا لازم اعرف البريدليكشن سيت بتاعه. يعني ايه بريدليكشن سيت؟ يعني المكان اللي هو داخل عشانه، قصده انا يهمني مثلا الجيلز، انا يهمني السكين، كل طفيل ليه حاجة بيفضلها او بيفضل يعمل فيها احداث للمرض يعني. فالبريدليكشن سيت هنا عندي الكارتليج والبون والفرتبرا، كارتليج بون فرتبرا، تمام. زي ما انتم شايفين كده، ده بيحكي اللايف سايكل بتتم ازاي بالظبط. الانفكتيف ستيج تيكن اورالي باي هيلثي فيش، السمكة السليمة كانت الايه الانفكتيف ستيج، وبعدين راحت في المعدة في الأمعاء الانتستين، بعد كده عشان هي البي اتش بتاعتها الكولاين هتبتدي تعمل اكسترود اور ايفرجن اوف بولر فيلمنت في الالكالاين ميديا بتاعت الانتستين، والسبوروبلازم هيحصل له سكيب، هيمشي عن طريق الانتستينال بلاد اند ليمف داكت ويعمل انفيجن للكارتلج بتاع الهيد بتاع راس السمكة والفرتبرا تو اكت اون نيرفس سيستم، ولازم يشتغل على الجهاز العصبي. عشان كده السمكه بيقول ايه؟ هي السمكه انهبلت، عماله تلف حوالين نفسها. السبوروزويت ده بيتغير ويبقى اسمه تروفوزويت انسايد كارتليج، يعني هو كان سبوروزويت لحد ما يجي يدخل جسم السمكه، دخل اسمه بقى تروفوزويت خلاص، اللي هو محوط نفسه في كذا طبقه ده. سو تروفوزويت تشينج تو سبور اند بريفنت كومبليت اوسيفيكيشن اوف بون، مجرد ما يدخل في حته ويقف فيها لازم يعمل حاجه مرضيه. فافرض ان هو دخل على العمود الفقري مثلا وقعد في حته، طب ما الحته ديت مش هتعرف تمسك في اللي قبلها، مش هيحصل لها كومبليت اوسيفيكيشن، اللي قبلها واللي بعدها هيحصل لهم اوسيفيكيشن تعظم، وديت مش هيجرى لها اي حاجه، وخصوصا في منطقه الايه الهيد والفرتبر. طب نعمل ايه؟ نشوف كده هنعمل ايه ولا نكمل ازاي. نشوف هي ايه اعراض المرض ده، الكلينيكال ساينس. طبعا اعراض المرض في اي حاجه في الدنيا بتختلف لو كانت سمكه ايجد ولا سمكه يانج، وبالتالي هقول معلومه كده ان شده الاعراض اللي بتظهر على السمكه بتتوقف عندي على 3 حاجات: الايج اللي هو عمر السمكه، الانتنسيتي اوف انفكشن هل هو كان سبور واحد ولا مجموعه من السبورز، والستيج اوف ميكزومرز افرض ان هو عمل حاجه ديت بس واكل فريش سبور، مش هيعمل اي حاجه، مش هيعمل اي مرض، تمام. يعني لازم يكون عندي السبور ايجد عجوز، تمام. تيجي نشوف كده الاعراض اللي بتطلع عندي. كل حاجه للاسف في المحاضره دي خمسات خمسات كده، يعني احنا جالنا الكاركترز بتاعه الميكزوما سيريبراليس كانت عباره عن 5 حاجات، اخو برضو هنا في الكلينيكال ساينس هنلاقيهم 5 حاجات. نشوف كده ايه اللي بيحصل. اول حاجه ممكن اشوفها
اللي هو البلاك تيل. يعني ايه البلاك تيل؟ يعني بلاقي نص السمكة اللي وراني من عند الكودا البيضنكل ده بقى لونه اسود، وخصوصا في الفرايز والفينجرلينجز، خصوصا في السمك الصغير. عشان كده اطلقت على السمك، على المرض ده، اسم بلاك تيل. تاني عرض بشوفه من اسم المرض اسمه الويرلينج. يعني ايه ويرلينج؟ لو السمكة بتتحرك حركة عادية جدا، وبعدين كل ما حد يعدي من جنبها وهي بتاكل تبص تلاقيها بتلف تلف تلف حوالين نفسها لحد ما تقع، تمام؟ بتلف بطريقة ان الراس تبقى فوق الديل، تمام؟ عشان كده بعرف كلمة whirling is an abnormal tail twisting behavior with quick movement in a circle. بتلف في دايرة حوالين نفسها. طب هي السمكة هبلة يعني طول النهار هتخليها عمالة تعمل كده؟ لا طبعا. الوارلينج ده السمكة ما بتعملوش غير في حالتين اتنين، يا اما هتاكل يا اما خايفة من حاجة، في حالة الفيدينج والفير. تالت عرض ممكن اشوفه على جسم السمكة اللي هو السكيليتال ديفورميتي، يعني معناها ان في مشكلة في العظم والعمود الفقري. بتبقى موجودة في الهيد والفرتبرال كول. في عندي نوعين اتنين من السكيليتال ديفورميتيز، في حاجة اسمها لورديوزس، وده عبارة عن الديزل كورفيتشر، عن دورزل كيرفيتشر بتاع السمكة. وفي حاجة تانية اسمها سكوليوسيس، ودي بتبقى مسؤولة عن اللاترال كيرفيتشر بتاع السمكة. دي اسمها كده ودي اسمها كده. طب ايه اللي ممكن اشوفه تاني على السمكة؟ ساينس اوف ايماسيشن اند ويكنس، عندها ضعف عام مش قادرة، وهن يعني. وفي الادفانسد كرونيك كيسز السمك بيبتدي يغطس للبطن بتاعت الحوض، السمك بيبتدي يغطس في القعنق بتاع الحوض، تمام؟ دي ببساطة شديدة الخمس أعراض بتوع المرض ده. طب يلا ندخل كده على الباثوجينيسيس ونشوف كل واحدة من دول بتطلع ليه وازاي. الويكنس ده حصل لها من ايه؟ ده حصل ديو تو كونتينوس موفمنت، سمكة عمالة تلف ليل ونهار تلف ليل ونهار مش قادرة، خلاص حصل لها اكزوشن، تعبت، تمام؟ طب انا بعرف السمكه ان هي عليها ويكنس ازاي؟ عندي خمس اعراض دليل ان السمكه حصل لها ويب. انت بقى تكون قاعد في البيت كده وتقعد تدح طول الليل، وبعدين تروح الصبح ايه عينك مغمضه، يقول لك يا انت عينك داخله لجوه كده ليه؟ اصله كان بيذاكر، كان بايت بالليل يذاكر. علامات الويكنس اللي عندي خمس حاجات: سانكن اي، العين بتخش لجوه، هيد ديبريشن، السمكه موطيه اصلا مش قادره ترفع راسها، تيبرد هيد، بلاقي بقها ابتدى ينشف كده ويدبب، البانتنج ماوس، لو مسكت البق صوابعها بقها كده بايديا هيتفتت في ايدي هيبقى طري جدا، والثيننج بتاعت الماسكوليشر، العضلات بتاعتها هتبتدي تقل في السمك بتاعها، تمام؟ عرفنا بقى هنا اهوت زي ما احنا شايفين لكم كده في الجدول الكلينيكال ساينس في ناحيه، وحصلت ازاي قصتها على طول، تمام؟ ان انا اشوف ايه متوقع ان انا اشوف ايه بعد ما سبقت بالملكات جرين او بالايودين. طبعا لو السمكة كان حجمها صغير هنشوف التروفوزايت، السمكة اللي عجزت هنشوف جواها السبور. دي طريقتنا ان احنا ازاي نعمل دايجنوز. نشوف كده بقى هنكمل ايه. طيب اخر خطوة في الدايجنوزيس، ازاي اعمل ديفرنشال دايجنوز. اعمل ديفرنشال دايجنوز لايه؟ للسكليتال ديفورميتي اللي موجوده قدامك، ما انت ما انتش عارف هي سببها ايه. فانا عندي نوعين اتنين من الانوماليز. في انوماليز بتبقى جينيتك، يعني السمكه طالعه من البيضه حامله للجينات بتاعتها فبالتالي بتجيلها، او حاجه اسمها اكوايرد، يعني ده مساعد خارجي. طب احنا لو جينا على جينيتك ايه اللي هشوفه؟ هتبقى حالات فرديه وهتبقى قليله قوي، زي ما انا كاتبه لكم كده لو بريفيلنس وسبوراديك كيسز، حالات فرديه وابير سادنلي، بتظهر فجاه وملهاش علاج. طيب ولا واحده في دول ده، انا جيت لقيت الحوض كله ضرب سكلت الانوميس، التصرف يبقى ازاي؟ افكر الاكوايرد فيش انوماليز هي ممكن تحصل من غير مرض. ممكن تحصل من غير مرض. زي ايه؟ زي المال نيوتريشن، مش واكله كويس، حصل في العليقه دي ديفيشنسي اوف فيتامين سي، او ديفيشنسي اوف تريبتوفان اور فوسفورس،
تمام. الاثنين دولت برضو بيعملوا التقوس بتاع الظهر ده. ممكن تحصل نتيجة ان المصانع بترمي المخلفات بتاعتها في المية، فبقول الووتر بوليوشن نتيجة البيستسايدز والهربيسايدز والهيفي ميتالز والانسكتسايدز، دولت اكت از ستريس فاكتورز. ممكن يكون عملت كده، كان عندها انكوركتد ثيرابي، ادينا لها حقنه غلط فهي ظهرها نعوك. رابع حاجه ان هي ممكن تكون بالفعل نتيجه مرض. طب ايه نوع المرض ده كتير. ده انا عندي البارازيتيك اللي هو الورلينج، وعندي بكتيريال المايكوبكتيريوز، كل دول بيعملوا نفس العرض بتاع الانوماليز ده، وعندي الفانجل بيعملوا زي الاكتيفونياسيس، والفيرال زي الفيرال سبايريميا اوف كارب. طب وبعدين انا بقى اقعد انا، احنا قايلين ان الوردنج ديزيز ده بيحصل في الحجم الصغير، يبقى ده خلاص طالما هو صغير يبقى هو ايه وردنج. طيب نشوف كده، ناخد مسحه منه نشوفه هو بكتيريا ولا مش بكتيريا. مش هنلاقي بكتيريا. الفانجل ما بيعملش الاكسيوفونياسيس ديت غير في الشتاء لما درجه الحراره تقل عن 10، ونفس الكلام بالنسبه للفيرال سبرينج فيريميا اوف كارب. تمام يا شباب. ادينا عرفنا كل حاجة عن الورلينج ديزيز. عايزين نعرف بقى ازاي نعمل له بريفنشن وكنترول. طبعا هو مفيش دواء محدد ان انا اقدر اقول عليه يعني ده ليه ان ده ليه علاج ولا لا. فاول حاجة هقولها لك ان هو نو كيمو ثيرابي، ماليش علاج نهائي لان ده متفاعل ديزيز. هو لو كان ليه علاج كان ابتدوا يشوفوا له علاج من غير ايه، من غير ما يتعبوا نفسهم. طيب انا عايزه امنع المرض انه ينتشر، ابتدي اعمل ستريكت كارانتين ميجرز لكل السلمون اللي جاي من بره، سواء كان فروزن او سموكد او كاند، سواء كان مسلج او مدخن او في الكانز اللي هو السلمون اللي بيجي في الكانز ده. طيب انا عملت اللي عملته وخلاص، وعملت ستريكت كارانتين ميجر، ولما ما لقيتش فيهم حاجه دخلته. طب انت لقيت بقى دلوقتي حاجه، في الحاله ديت هتاخد السمك كله الانفكتد والنون انفكتد، وتروح تعمل لهم ديب انسنريشن اند بارينج، يعني تحفر حفره كبيره على عمق كويس وتولع فيهم وتدفنهم هناك. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص، ما هو بقى موت للسمك، فانا خدت الحاجات ورحت عملتهم بقى ايه، حرقته. طيب الحوض ما زال فيه مشكله. ايه مشكله الحوض؟ مشكلة الحوض ان السبور بتاع السمكة ديت بينزل يقعد في الحوض لمدة سنتين. انا يهمني بقى ان الارضية بتاعة الحوض نفسها كمان تتعقم، فهعمل ايه؟ اخلي المية كلها تصفي، افتح الصرف بتاع الايه الحوض، واعمل ديس انفكشن للبوند للحوض بتاعي باستخدام مادة اسمها كالسيوم سيانامايد، كالسيوم سيانامايد. وبعدين بعد شوية احط عليها سليك دي سلايم، سليك دي سلايم ده اللي هو الجير الحي، او بوتاسيوم هيدروكسيد. طب ليه انت عم بتحط كذا حاجه ليه؟ الفكره كلها في الديسانفكشن ده ان انا بعمل الكالاين ميديا، ولما اعمل الكالاين ميديا هيحصل اكسكرود للبولر فيلمنت، وبالتالي هو لو البولر فيلمنت طلع مش هيبقى البارازايت انفكتيف، هيبقى ان اكتف، هيبقى موجود صحيح بس ما لهوش اي لازمه، ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه. تمام. ندخل بقى على مرض تاني اسمه الفيش كوكسيديوز. هي السمكة بيجي لها كوكسيديا؟ اه طبعا بيجي لها كوكسيديا، وحتى كمان البروجنوز بتاعها مش حلو خالص لو جت، خصوصا لو جت في السبونينج فيش اللي هي الام، اللي هي داخلة على موسم التزاوج عشان تبيض. الديفينيشن بتاع الفيش كوكسيديوزيس بقول ان ده اندو بارازيتيك ديزيز كاركترايز باي انيميا اند ايماسيشن. شوف اهم عرض ان السمكه جالها انيميا وجالها ضعف عام، ما خلاص بقى ما هي يعني هيجي لها اسهال مدمم، يعني لازم يعمل فيها كده. طيب ايه هو الكوستيف ايجنت بتاع الكوكسيديوز؟ عندي ثلاثة ايتيولوجي، فيه هي طبعا كلها ايميريا، بس احنا هنحدد ايميريا ايه. ففي ايميريا انتستيناليز، ودي بتيجي في الانتستين،
وفي ايميريا سارديني، وفي ايميريا هيمو جريجري. لازم ناخد بالنا ان اصلا الايميريا ديت الفيزيولوجي بتاعها ان هي دايما بتعيش في الانتستين والانترنال اورجان بتاعت بعض انواع السمك، زي مين؟ زي الكارب اللي هي سمكه المبوك، والتلابيا البلطي، والايل اللي هو ثعبان السمك، والسردين اللي هو السردين، الهيرينجز اللي هي الرنجه، وفي الجولد فيش اللي هي السمكه الذهبيه اللي الناس بتجيبها زينه دي تركبها، والتراوت والكودز. عشان كده بقول عليه وورلد وايد ديستريبيوشن، منتشر في جميع انحاء العالم المرض ده. مشكلته ايه؟ مشكلته انه بيعمل هيفي لوسز في الفراي اند فينجرلينج، بيعمل وفيات جامده جدا. رقم ثلاثة ان هي الترانسميشن بتاعها برضو ان هي تاكل الاوسيست بتاعت الايميريا، تاكل البيض اللي جواها. المرض ده البريفيلنس بتاعته من 40 لـ100% فقط. طيب لما بنيجي نتكلم عن الابيزوتولوجي بنقول ايه هي الكاركتر بتاع المايكرو اورجانيزم. نشوف كده الكاركتر بتاعت الاوسايت، السايز بتاعها بيبقى من 10 لـ30 مايكرو متر، وما بنشوفوش بعينينا المجردة. بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 اوفال سبوروسيست، each has 2 elongated sporozoid. نفس الرسمة اللي فاتت، بس بعد ما كنت انا حاطة 2 بولار فيلمنت، دي هيبقى فيها 4، بحيث انها تدي ايه؟ تدي يبقى جواها السبوروزويت مفرود elongated، عشان كده بسميها دايزويك تترا سبوروسيست. تمام. الانفكتيف ستيج بتاعت المرض ده عباره عن سبوروزويت. الكوكسيديا الاوسيست ما بيحصل لهاش اي سبوريوليشن جوه الهوست فيش الا لما تدخل جسم السمك. مش معنى ان هي كوكسيديا ونطت بره والاوسايت موجوده ان هي تدخل السمك التاني، لا، لازم تكون ما بيحصلهاش سبوريوليشن الا جوه جسم السمك. يعني بعد ما اكلها اكل البيضه سليمه وتدخل جوه تعمل بقى كده، مش انا اللي هاكل السمك اللي هياكل، نركز بس. طيب ايه اللي بيحصل؟ جت فت سمكه في لايف سايكل، السمكه واقفه قدامنا اهي، خدت شويه بيض اللي هو السيست بتاع الكوكسيديا ده، حط وكلته مع الاكل، هيروح فين؟ هيروح للمعده والامعاء. تمام. عشان طبعا المعده والامعاء فيهم الكلاين بي اتش او الكلاين، بلاش المعده لان المعده فيها حمض، عشان الكلام يبقى اكثر دقه احنا نقول الانتستين فيها الكلاين بي اتش. هتعمل ريليز للسبوروزويت زي المره اللي فاتت، هتعمل اكسترود للبولر فيلمنت، وتروح عامله ايه؟ السبوروزويت طالعه في الحوض، هتروح داخله جوه التيشو بتاع السمكه وتتحول لحاجه اسمها شيزونت. حاجه اسمها شيزونت. شيزونت ده بيبقى فيه حاجات اناث وحاجات ذكور، فهيحصل له مالتيبل ديفيجن لعدد كبير جدا من الدوتر سيلز. في العمليه دي بسميها شيزوجوني. شيزوجوني يعني تزاوج. ينتج عن هذا التزاوج ان فيه يبقى عندي فيميلز ويبقى عندي ميل. الفيميل ديت حجم الجاميت بتاعها بيبقى اكبر، فبسميها ماكرو جاميت، والمايكرو جاميت ده اللي هو الذكر. طبعا المايكرو جاميت مع المايكرو ما جيت الاثنين بيتحدوا مع بعض ويعملوا لي زيجوت، والزيجوت يكبر ويبيض البيض الاوسيست. كل اوسيست هلاقي جواها 4 سبوروسيست. دي بقى طبعا هتخليها ماشية، الجولة دي هتخليها ماشية. بس هي الحاجة الوحيدة اللي عايزاكم تعرفوها ان ما بيحصلش الماتوريشن والسبوريوليشن ده غير جوه جسم السمك. تمام. ده كل ده اللي بتكلم عليه، ده اللي دخل في الجي اي تي ده ودخل عن طريق الانتستين، ده عبارة عن ايميريا انتستينالس. طيب الايميريا هيموجريجرين لها نفس الوضع؟ لا، ده دي بتتنقل عن طريق حاجة اسمها ليتشز. الليتشز ده تاخدوه مع دكتورة نادية ان شاء الله، اللي هو عبارة عن العلق الطبي. بتعيش فين؟ كلمة هيموجريجرين يعني دم، فدي بتعيش جوه الليمفوسايت والمونوسايت. تمام. طيب كان في نوع تالت اللي هو الايميريا سارديني، ده بيحصل له تكاثر جوه الاوفري والتستس المبايض وفي والتستس بتاعت السمك، وبتعمل لها ديستراكشن وتخلي السمكه ديت عندها ستيريليتي، ما بتقدرش تبيض بقى خلاص، هي جالها عقم يعني. تمام. ده كانت نبذه بسيطه كده عن اللايف سايكل. يلا الكلينيكال ساينس. انا في الاول خالص قلت انتو بارازيتك ديزيز كاركترايزد باي انيميا اند، ها
ماشيش نفتكر كده مع بعض. طيب يبقى اول عرض هقوله عبارة عن انيميا، اللي عنده انيميا ده هيمشي كويس ولا هتلاقيه بيترنح كده وهو ماشي ودايخ ومش قادر؟ فبقول mainly anemia and lethargy، دوخة عامة، poor general health condition، صحته مش كويسة، مش قادر يجري ولا يتنطط زي ما بيعمل كل يوم السمك. بعد شوية هيحصل له emaciation وعينيه هتبتدي تدخل لجوه وتيجي تمسك الزعانف بتاعة السمك تروح متكسرة. الحاجة المميزة قوي اللي انت ممكن بس من غير ما تنزل الحوض ومن غير ما تشوف اي حاجة تقول ان ديت فعلا كوكسيديوزيس، انك تلاقي السمكة واقفة في المية في الابنورمال بوزيشن، حاطة راسها تحت وديلها فوق، واقفة بالمقلوب يعني. تمام. رابع حاجة بشوفها في الكلينيكال ساينس ان في يلوش ميوكاس لاير من السيمي ترانسبيرنت فيسز نتيجة للديكومبوز بلاد سيلز، البلاد سيلز ريد بلاد سيلز حصل لها ديكومبوزيشن وبقت عاملة دايري عند السمكة، عندها اسهال بس لون الفيسز ايه وكده لازم نعرف، ريديش اور يلوش ميوكاس لاير اوف سيمي ترانسبيرنت فيسز تو ديو تو ديكومبوز بلاد سيلز. طب دي الحاجات اللي انا شفتها بعيني المجردة من بره السمكة. لازم ناخد بالنا ان الستاندرد كومبوزيشن بتاعها ده راسها تحت. تمام. دي علامة مميزة جدا للمرض. طيب انا هبتدي بقى افتح بطن السمكة عشان اشوف ايه اللي جواها. اول حاجة اشوفها ده، انا اول واحدة شاكة فيها الايمنة انتستيناز، انا هدخل بقى على الانتستين واشوفها ايه عاملة ايه جواها. فتحنا الانتستين، اول حاجة هشوفها قدامي هلاقي فيه وايت نوديولز اور بليسترز، نقط بيضاء. وبعدين بقى والاقي الانتستينال وول نفسه حصل له سوولن، الانتستين منفوخه ومملوءه بيه يلوش ميوكس، مليانه ميوكس ولونه مصفر. الفيسز اللي السمكه هتحطه بيبقى لونه فاتح جدا عشان بيحتوي على عدد كبير جدا من الاوسيست من البويضات. رابع حاجه بتحصل في الانتستين بيحصل نكروزس وسلافينج اوف ابيثيليال سيلز، نكروزس وسلافينج اوف ابيثيليال سيلز. هل معنى كده ان البوست مورتم دي هشوفها في الانتستين بس؟ لا، ده ممكن الجاز بلادر يحصل لها اكلوجن، اكلوجن يعني تنسد، اكلوجن اوف انتاير بلادر وذ يلوش في بيوريلانت فلويد، تبقى مليانه يلوش بيوريلانت فلويد. طب ده ممكن يحصل في الانتستين ويحصل في الجاز بلادر. طيب لو احنا جبنا الايميريا سارديني، احنا قلنا ما بتتواجدش غير في التستس والاوفرز، بتعمل لهم ايه؟ بتعمل لهم كونجشن وسويلنج اوف اوفرز اند تستس. يلا نشوف هنعمل دايجنوزس للمرض ده ازاي. اول حاجه خالص هيجي الراجل يقول لي السمك ايش بيموت والبيض بلاقيه طالع كده على وش الميه ومش عارف ايه. طيب نعمل ايه؟ الهيستوباثولوجي اوف اورجانز، ناخد انتستاينال سكرابنج، يعني نفتح السمكه وناخد الانتستين ونفتحها بموس بتاع بمقص صغير جدا، واروح جايبه كفر سلايد وعامله احمل كحت جوه الانتستين، ده اسمها انتستينال سكرابينج، عشان افحصها تحت الميكروسكوب هلاقيها مليانه اوسيست، مش بيضه واحده بقى، ده انا هلاقي الاف البويضه. طيب اعالج النوع ده من الامراض الطفيليه ازاي؟ بعالج الكوكسيديا عن طريق اول حاجه خالص بروبر مانجمنت، اول ما المرض ده يظهر اشيل الامهات واحطهم في مكان تاني، لازم اشيلهم من حوض التفريخ، لان لو حطيتهم في حوض التفريخ وواحده فيهم مصابه كلهم ضربوا خلاص، هيبقوا كلهم تاني يوم زي بعض. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه احط دواء، اعمل ايه؟ عندك 3 4 انواع ادويه ممكن تستخدم. اول واحد اسمه الكوكسيستاك، وده بتحط منه 1 مللي جرام لكل كيلو جرام دايت، وبيستمر معاك من 5 الى 7 دايز. المنتج اللي بعده اسمه كوكسيديوستات، وده بتحط 3 جرام لكل كيلو جرام بودي ويت لمدة 10 ايام. تالت حاجة انت بتعمل ديس انفكشن للبوند، وتروح بعد ما تشيل المية اللي فيه وتسيبه يتشقق خالص، بتبتدي تحط له كويك لايم اللي هو الجير الحي، مجرد ما هتحطه فوق شوية مية هيبتدي يطلع حرارة، والحرارة دي هتموت لي اي ميكروبات واي سبورز موجودة في المية. في حل تاني ان احنا ندي دواء اسمه فيورازوليدون، بنديلهم 30 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت
لمدة 3 أيام، وبكرر الحكاية دي 3 مرات. بستنى أسبوع وأجي في نفس اليوم اللي أنا كنت عاملة فيه وأعمل كمان مرة وكمان مرة، 3 مرات. طيب احنا دلوقتي لو جالنا العدوى ديت في سمكة كبيرة بياضة كبيرة، هنعمل ايه؟ هنرميها؟ لا طبعا مش هنرميها، هنعالجها بالفيوريزولتين، بس هنحط لها جرعة كبيرة شوية، 100 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، وبحطولها بالاسوفيجيال كاتيتر، لان السمكة تعبانة، السمكة عندها اسهال مدمم، مفيش حاجة هتقدر تنقذها غير ان انا هركب لها خرطوم منظرها عشان تاكل، ما هي مش هتاكل. تمام. طيب انا عايز اعرف برضو احنا بندرس المرض ده ليه ولا ايه فايدته؟ فايدته ايه؟ ان احنا لقينا بالفعل بعض الناس اللي هم متعودين ياكلوا السمك والحاجات ديت، ان الفيسز بتاعهم مليان اوسيست بتاع ايماريا سردينيا وايماريا انتستيناس، فكده يبقى معناها ان ده مرض مشترك بين السمك وبيننا، طالما اتنقل لنا الفيسز اتنقل لنا السبورز مش هينفع كده خالص. كده عشان كده بقول public health importance. الحاجة اللي بعد كده، ان في مصر اصلا الايميريا هيموجريجرين بتنعزل اكتر حاجة من سمكة البلطي، واتعزلت كتير جدا هنا في مصر. ده ده اللي انا كنت عايزاكم تعرفوه في محاضرة النهاردة، سواء كان الورلينج او الكوكسيدوزيس، هم من اهم الامراض الطفيليه اللي بتعمل لي خسائر كبيره جدا. النوتيفايبل، كلمه نوتيفايبل ديزيز معناها ان انت لازم تخطر القوات الرسميه في البلد تحتك ان في مشكله، ان في سمك جاي لي معدي من بره، ده عنده ويرلينج، وده لو سبته اكل تاني يوم ولا تالت يوم الحوض كله هيضرب. وزي ما انتم شايفين كده العلاج بتاع الورلينج مفيش، يكاد يكون منعدم. العلاج بتاع الكوكسيديوزيس متوفر شويه. تمام. شكرا جزيلا على حسن المتابعه. اي سؤال، اي سؤال عايزين تسالوا فيه ما فيش مشكله، احنا مع بعض في السكاشن، اللي عايز اي حاجه يبقى يسال برضو في المحاضره. تمام. ديت ان شاء الله المحاضره دي هناخدها الاثنين ان شاء الله، هديكم سكاشن الاسبوع ان شاء الله 3 و4 و5. بالتوفيق لكم جميعا. دكتورة إمام مصطفى، سلام عليكم.